الى مسند الترمذي. الحمد لله طبعا خلال الزكريا والوالدين قال يوم الترمذي رحمه الله تعالى عليه قال باب على اي شقين ينصرف من الصلاه اسود عن عبد الله رضي الله عنه انه قال لا يجعل احدكم للشيطان نصيبا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره قال رحمه الله اخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن السدي رحمه الله انه قال سمعت انس رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميني قال رحمه الله اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن السدي رحمه الله عليهم جميعا عن السدي انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يميني قال يعني في الصلاه. هذه الاحاديث كلها تبين لنا يعني كيفيه انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه. كثير ممن يعني يقرا هذه الاحاديث يحسب ان الكلام على كيفيه انصرافه وهو في الصلاه من الصلاه. يعني هل يسلم عن يميني ام يسلم عن يساره؟ وهذا خطا بين. المقصود في ذلك هو الانصراف في اي جهه بعدما سلم من الصلاه ان يسلم لما كان يكسر عنه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام والسلام تركت هذا الجهاد والاكرام واقول لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شان قدير ثم ينصرف. فهنا الانصراف ورد عن ابن مسعود انه كان ينصرف عن يساره وورد عن انس انه كان ينصرف عن يمينه. فيكون المساله الاولى انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينصرف عن يمينه تارة وينصرف عن شماله تارة. لا سيما ان بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم على الشمال. هذه المساله الاولى ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عن يمينه وانصرف عن شماله. فلا وجه للترجيح. وكل قد قص ما راى. كل قد قص ما راى. والمساله الثانيه هو عدم البدعه في دين الله جل وعلا او اعتقاد شيء انه تعبد ولا دليل عليه. كمن يعتقد انه يجب عليه ان ينصرف عن يمينه. فإن اليمين أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والشرع جاء بتفضيله على الشمال فلا ينصرف عن شماله ويرى أن ذلك واجب عليه لو رآه واجبا عليه فتشرع ولا دلالة على ذلك. ما جاء الإنكار من ابن مسعود أنه قال لا يجعل على لا يجعل من صلاة الشيطان حظا أن يعتقد أنه يجب الانصراف عن يمينه أنه لا ينصرف إلا عن يمينه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما انصرف عن شماله وكان هذا أنسب له وأسمح للخروج. فيكون المعنى هنا في هذا الباب هو أنه لا يجوز أن تتعبد الله عبادة إلا ومعها دليل إلا بدليل. فالأصل في العبادة التوقيف. الأصل في العبادة التوقيف. فإن اعتقدت شيئا لم يأتي به الشرع ستكون تحت قول الله تعالى أم لهم شركاء شرع له من الدين ما لم يأذن به. وفعل النبي يدل على الجواز ان تنصرف يمينا او شمالا. هذه عاده الامر هذه عاده الامر ان تنصرف حيث مصلحتك حيث مصلحتك ان تنصرف. انظر الى مصلحتك وانصرف على 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 إثنين. وما قصه ابن مسعود كان على اكثر ما راى وما قصه انس كان على اكثر ما راى وكل ادى ما راى والمساله على العاده وعلى المصلحة وليس فيها تعبد وليس فيها تعبد. وهذه تجرون إلى القول بأن هيئات الصلاة توقيفية فلا يأتي بهيئة إلا إذا جاء الدليل. وأيضا فيه أن الشيطان له حرب مع الإنسان مشتعلة مستعرة لا تتوقف وأضرها على 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 عباد الله الابتداع في دين الله جل وعلا. لأن الذي يبتدع في دين الله جل وعلا يحسب أنه يتقرب إلى الله بذلك فينافح عن البدعة ويؤصل لها. الفوائد المستنبطة: من أصل أصولا بغير دليل فيكون قد ابتدع في دين الله جل وعلا على غير رؤية. أفعال الصلاة توقفية. ما لم يأتي دليل على فعل شيء فالمصلحة تحكمه. فالمصلحة تحكمه.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم.